المقبل يكون قد مضى أسبوعان على زيارة الوسيط الأمريكي أموس هوكستين للبنان وسماعه الموقف اللبناني الموحد المطالب بكامل الخط 23 والبلوكات النفطية بما فيها البلوك رقم 8 وبكامل حقل قانا المحتمل مهما وصل امتداده. الجديد علمت أن الفريق المعني بمفاوضات الترسيم سمع من الوسيط الأمريكي نفيا قاطعا لكل ما نشر عن تسلم هوكستين رفضا إسرائيليا على العرض اللبناني. وفي التفاصيل أن موقع النشر اللبناني كان قد نشر معلومات النقل عن مصادر رفيعة تتحدث عن أجواء سلبية أحاطت بزيارة الوسيط للأراضي المحتلة، وتقول هذه المعلومات أن الإسرائيلي رفض الاقتراح اللبناني، فجرى تداول الخبر على نطاق واسع حتى أن وسائل إعلام ومغردين إسرائيليين تداولوه نقلا عن لبنان، ما دفع بهوكستين إلى إرسال الخبر إلى نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب مع توضيح ينفي نفيا قاطعا مضمونه واضعا إياه ضمن خانة الفيك نيوز. إلا أن منسوب التفاؤل والتشاؤم من نتيجة المفاوضات لم يتغير ما دام الرد لم يصل بعد، فالمسؤولون اللبنانيون يطبقون المثل القائل ما تقول فول لا يصير بالمكيول، إذ لم يرجح أي مستجد في الملف حتى الساعة. على صعيد منفصل، نفت مصادر في نقابة أصحاب الفنادق للجديد علم 90% من الفنادق بما جرى تداوله عن قيام شركة توتال بحجز 150 غرفة فندقية خلال تشرين الثاني المقبل. وأشارت المصادر إلى أن الشركة عادة تحجز فندقا واحدا وليس غرفا في فنادق عدة لتأمين الحماية الأمنية لنزلاء الشركة، إلا أن هذا الأمر لم تقم به توتال منذ نحو أكثر من 3 سنوات بعدما كانت قد حجزت في المرة الأخيرة غرف أحد الفنادق في بيروت. الجديد علمت أيضا أن التواصل مستمر بين شركة توتال ووزير الطاقة وليد فياض في أمور عدة، إلا أنه لم يجري التطرق إلى هذا الموضوع.